بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين والصلاة والسلام على أشرف خلق أجمعين سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الأولين وفي الآخرين وفي الملأ الأعلى ليوم الدين. أعزائي طلبة الصف الأول الثانوي، هبدأ معاكم أحل وحدات الترم الثاني كلها. هبدأ بالدرس الأول في الوحدة الثالثة النهاردة إن شاء الله، وفي خلال 10 أيام إن شاء الله نكون مخلصين الكتاب كله بإذنك يا رب في 6 فيديوهات. تابعنا، ركز معايا ان شاء الله ربنا يصلحها ونخلصها على طول باذن الله. بسم الله نبدا. بسم الله الرحمن الرحيم، صفحه 28 بدأ لي بكلمات المذكر. لا كتير ساك امبلويد توم سيلف سيرفيس سي دي اي فيلو كور كونتينو انجلي لوسي كنترول بيرسوناج. لكتير جريل بيبلوتك فامي اير افير باد زني ماتير سكولير فورنوتير سكولير فوتو اس في تي ماس امي ادوري دي تستي ايدي ارفي سو باسي ريغاردي تومبي في تومبي التوندر رامسي اندوكي تو على اير طارد افيك امدي ايكارت ادمي ابسون ديفون جنتل داكو ابلو امبلو ابلو. الفرق بينهم بسيط، دي بالاضافه لذلك وده الى اللقاء. ابلو حرف الجر غير المعنى كمان. كنتو مي كنتو اليا سي كواسا اجوردوي تيان. البنت بتقول جومابيل انا اسمي ليا وعندي 15 سنه ونصف جيم، انا بحب، انا لا احب، قالت انا احب لا لكتير القراءه والاس في تي علوم الحياه والارض، بتقرا الاسبور الرياضه والانجليزي، جايب لك كتب قصص مصوره ان ببلوتيك مكتبه. ليا عندها كاتورزا ايديمي 14 سنه ونصف، كانزا 15 سنه، سان كون 5 سنوات، كانزو ايديمي 15 سنه ونصف. ناخد الاخراني. ليا تحب الاسبور رياضه والاس في تي، بتحب الاس في تي علوم الحياه والارض. لانكارت عندكي الصوره توضح لاكولير بريفريل الالوان المفضله، العنوان الميول، الميول. ليه لا تحب، ما بتحبش الاسبور، ما بتحبش الاسبور الاخرانية عشان بتكره الرياضة. الصورة اللي قدامي بليا وتوماس عاملين حوار، اكتب لك جي في او سي دي اذهب الى المكتبة افيك جوليا اي شادينزي شادينيزي افيك جوليا ومين او نو ميزافير اشيائي الساعة 8 امام سور المدرسة، تعال نشوف الحوارات. توماس بارلي يتكلم إلى، بيتكلم إلى ليا. شوف السؤال اللي بعد، توماس وليا يكونوا أمام لا جريل دولوسي أمام سور المدرسة. توماس انفيلو عنده عجلة بلو بلونك روج، عنده عجلة حمراء. ليا عندها سي دي ولا كاسكيت كاسيت ولا فيلو ولا انساك ادو حقيبة ظهر، كان عندها حقيبة ظهر هي اللي باينة في الصورة. ده محتوى الحوار امام سور المدرسة. ليا بتقول له ايه، سالو توماس انت تصل طرد متأخر اليوم، كيف حالك؟ قال لها نو جيني ام بالو مرضي، انا لا احب الثلاثاء. بون حسنا ايه بلو واكثر او زيادة اجوردوي، اليوم انا عندي كنترول امتحان ديماس رياضيات. قالت له انا اعشق هذه او هذا لماس الرياضيات. ليه اكلير في اي ساعه تون كنترول امتحانك؟ قال لها الساعه 10. قالت له مو انا اجوردوي اليوم جيني اي با انجلين، انا ليس عندي انجليزي، مدرس الانجليزي ابسون غائب، انا اذهب الى السي دي اي لمركز الوثائق والمعلومات مع جوليا زميلتها اي شادينيز. قال لها مع جوليا ومين؟ توماس نقط الثلاثاء هو بيحب ولا بيكره؟ قال لك بيكره، يبقى دي تو ستي.
مرضي الثلاثاء توماس عنده امتحان الساعة 6 8 9 10، قال لك الامتحان هيبقى الساعة 10. توماس عنده امتحان فرنساوي ولا انجليزي ولا رياضيات؟ قال لك رياضيات. ليا تذهب إلى مركز الوثائق والمعلومات مع جولي. تكملة الحوار، توماس بيقول اوه نو لا اشيائي التمضي انتظري، او هي بتقول له انتظر جي تي ايد وساعدك تيان، يعني امسك او تفضل تي ليفر كتبك تطرس معلمتك. قال لها شكرا. قالت له سيكوا ما هذا صا؟ قال لها ماذا؟ قالت له انظر اليا يوجد ام فوتو صورة اليه اطوى، انها لك. انها صورة من؟ قال لها انها صورة ما فمي اسرتي. درينج، صوت الجرس طلع. إليه وتير الناس سامنا سلو، أهلا أبلو سلام أبلو وداعا. قالت له انتظر تفوت صورتك. قال لها في الظهيرة والربع في المطعم؟ قالت له ماشي. هو بيقول لها ماشي، قالت له ماشي. توماس عنده صورة دي المدرسة ولا الأسرة؟ للأسرة. مدي في الظهيرة والربع، توماس يكون في السلف في المطعم لأنه اتفق أنه يروح المطعم في الظهيرة والربع. توم بزرتر سقطت على الأرض أشياء توماس. ليا وتوماس تشكر توماس في تومبير، توقح توماس. ايه توماس تساعد توماس؟ ايه توماس تساعد. كلمات الدرس الأساسية عندنا ديجوني، سيلف سيرفيس، ريستورون، ترين دو سبور، بيغو، اوردناتير، بورت مانتو، تابلو، سي دي اي، تي ان اي، جاميناس، سبيس، سكولت، لابوراتوار، ديكسونير، جلوب ترستور، بيسين، كانتين، سال دو كلاس، باغتي، طابل، شاس، اورولوج، بلونت، بورت، جامينيستيك، فينيتر، كارت، كوربي ابابيي، ناتاسيون، ديسكريباسيون، كور دي ريكري، ريكراسيون، مانجي، بروندر، مونتري، جويي، لير، اتيدي، تروفير، سيتير، ديكرير، سيرفير، ايديال، بروبري، مودرن، سيلمو، سوف، اتركبيدو. جايب لي قطعه في صفحه 35، بيقول لي فرانسوا بيقول كاسك اليا ماذا يوجد في طنطن لوسي في مدرستك؟ قال له يوجد سي دي اي مركز وثائق ومعلومات. قال له اسك اليا ام بي سي، هل يوجد حمام سباحه؟ قال له لا، لكن اليا يوجد صاله العاب وسيلف مطعم. قال له كومبيان دو فلاس، كم من الفصول توجد في مدرستك؟ ده فرانسوا اللي بيسال فادي. قال له 20 فصل. كيف يكون المدرسين في فصلك؟ قال له ليسون بانهم لطفاء. فرانسوا وفادي يتكلمون دي أنوسي عن مدرسة. عن مدرسة. فادي ديكري يصف سونكوبين زملائه، سي بروفيرير اخواته، سي بروفيسير مدرسيه. وصف مدرسيه. اليا يوجد كم فصل؟ هو قال لك هنا 20 فصل، ادور على كلمة 20. قال لك فان الاولاني. ضلوا له سيف المدرسة بتاعت فادي، إن يابا لا يوجد حمام سباحة، آخد الأخرانية. نقرا القطعة اللي جاية. جوموبيل بيغر اسمي بيرجي تيديان أدرس أولو سيف مدرسة سان مارك، في مدرسة سان مارك أول يوم في مدينة ليون. 60 جران لوسين، إنها مدرسة كبيرة فيها 35 فصل ومركز وثائق معلومات وجميناس صالة ألعاب. يوجد أيضا دو ترين دوزبور، ملعبين رياضيين. ام بور لو فوت، واحد لكرة القدم والاخر للسلة. دان ما كلاس في فصلي، اليا يوجد ان اورولوج ساعة، جلوب ترستر كرة ارضية، سير لبرودي بروفيسير على مكتب المدرسين، لكن لا يوجد تي ان اي سبورة تفاعلية. بيير يتكلم عن اوقات فراغه، عن مدرسته. بيير بيتكلم عن مدرسته.
ده اللون السيف في مدرسة بير اليا يوجد ترونسانج 35، فانسانج 25، كانز 15، ترون 30. هو قال مدرستي فيها 35 فصل، يبقى خدنا الأولاني. ده لو كلاس دي بيير في صارت في فصول في فصل بتاع بيير لا يوجد التي ان اي اللي احنا قلنا عليها السبوره التفاعليه مش موجود. ده لو لسي في المدرسه بتاعت بيير اليا يوجد دو، هو قال اتنين ايه؟ دو ترين دو سبورت، او اللي قال تعال نشوف. اليا يوجد دو ترين دو سبورت ملعبين رياضيين، يبقى خدنا الاخراني. صفحة 36 بديل بشوية مواقف على الصور، بيقول لك لزليف التلاميذ يدرسون موادهم المدرسية في صال دو كلاس في صالة الفصل، في قاعات الفصول أو في قاعات الدراسة. أما المطعم كور دي ركري حوش الفسحة والجمناس ما بيدرسوش فيه. انجويين نلعب ماتش في صال دو كلاس ولا ترين دو سبور؟ قال لك ترين دو سبور الملعب الرياضي. ده لا كور دي ريكري في حوش الفسحة اون بافارد نسرسر مع الزملاء، نسرسر مع الزملاء. ولسيف في المدرسة نأخذ الغداء في صال دو كلاس في الفصل ولا هو سيلف سيرفيس في السيلف سيرفيس في المطعم المدرسة. لزليف التلاميذ يتصفحون على الانترنت في صالة الألعاب ولا السي دي اي؟ قال لك في السي دي اي، مركز الوثائق والمعلومات في تصفح على الانترنت. في صالة الألعاب اون في دوسبور نمارس رياضة، نمارس رياضة. جايب لك الأشياء اللي في الفصل، تابلو تي ان اي بيغو اوردوناتير سكولات جلوب تروستر ديكسونير اورولوج تابل شاس كارت كوربي بابيير. دي الحاجات الموجودة في قاعة المدرسة أو قاعة الفصل. في صفحة 39 جايب لي الفرق بين اليا والنيابا. اليا هنكتب عليها واحد، النيابا هنكتب عليها اتنين ونحط واحد واتنين وخلاص. بس النيابا لازم يجي وراها يا إما دي أو يا دي أبوصرف عشان هي نفي. هنا آن يبقى أخد واحد، هنا دو ده نفي، يبقى أخد النيابا اللي هي اتنين. جيمناس اكتب واحد، دي ليف تلاميذ اكتب اتنين، ان رولوج اكتب واحد. عرفنا الفرق بينهم، يوجد ولا يوجد. اللي بيجي وراها عدد نكرة اخد اليا، اللي يجي وراها دي او دي بصرف اخد النيابة. تعال نخش على اللي جاي. اليا يوجد اسكوليت هيكل عظم، احنا اتفقنا مع بعض في ملحوظة قبل كده قلناها ان اي كلمة في الفرنسية تنتهي بو تي تي او مؤنث ما عدا اسكوليت الهيكل العظمي ودي مذكر. ارجع تاني للجملة، يبقى انا عندي الهيكل العظمي المذكر اخد ان الاخراني. اليا يوجد قاموس، القاموس مذكر اخد ان الاولاني. هنا نفي وانا مغمض من غير ما افكر اخد يا اما دي او يا دي ابوصرف، اخد دي او الاولاني. يوجد جم استيكا او ممحاه، انا قلت لكم قبل كده في ملحوظه في الشرح بتاع الكتب الثانيه ان انا عندي اربع ادوات مدرسيه مؤنث والباقي مذكر. جم ممحاه واستيكا بابيه ورقه رجل مسطره تروس مقلمة. الأربعة دول مؤنث والباقي مذكر. خش يلا على الجملة، يبقى ما يجيب لي كلمة جم، جم أستيكا مؤنث من ضمن الأربع كلمات اللي إحنا كتبناها ناخده إن. ده نقول له سي في مدرستي اللي يوجد ترين جم. طب أدي مفرد، أدي مفرد، أدي عدد وأدي مفرد، يبقى العدد ده هو اتنين، يبقى بيجي وراه جم. ده نقول له سي في المدرسة اللي يوجد صال دي جم، هاخد دي عشان هي بتاعت الجم. يوجد كور حوش، كلمة كور هكتبها لكم وجنبها كلمة كورس، ادي كور وادي كورس عكس العربي. يعني احنا بنقول في العربي حوش او فناء، ده مذكر في العربي بس مؤنث في الفرنسية. بقول في العربي حصة مذكر في الفرنسية، يبقى انا عندي حوش، الحوش مؤنث، اخد ان التاني.
اليا انكر بيدي بابا بيرسل لك المهملات اي حاجه في الدنيا وحشه مؤنث تعال ندور عليها كده ناخده ان الاخراني محدش يزعل. اليا كريون يوجد اقلام اقلام جمع اخد دي التالت ده نفي في حاله النفي بحط يا اما دي ويا دي ابصرف ادور قال لك دي اول اولاني جايب لك تصريف فعل اليرجي في تي في الفان وزلوف وزلي الفون ال معاها فان النو معاها ايه ليلو نس الله الاخراني التلاميذ جمع بيساوي الضمير اللي يبقى ناخده فون طبعا سريعا لان احنا حافظينها التي معاها في اس الاخراني سوها ورانا دول جمع بيساوي الضمير اللي يبقى ناخده فون الثالثه الفو معاها نهاية او زد اخد الاولاني استمتع وانت بتحل كتاب برافو بصراحة التي معاها في اس انت تذهب لوحدك الى المدرسة يبقى فا التانية النو معاها نهاية او انس وانا مغمض طب الفو معاها نهاية قال لك او زد الجو معاها في اي اس نادر بيساوي الضمير ال يبقى معاها في اه بس اللي بتاعت الجامع معاها فو التالت شوية أسئلة على الاستفهام في صفحة 42 بيقول لي لا من لا يحب الرياضيات هنا الفعل مصرف مع ال ومفيش فاعل يبقى اخد كي من يبقى انت عرفت استخدام من اه بتسأل على الفاعل وبيجي وراه فعل مصرف مع الضمير ال يوجد في حجرتك ما ماذا كم ماذا ماذا الأخرانية تأتي في وسط أو نهاية السؤال يبقى ناخد ماذا الأولانية التي تأتي في بداية السؤال استيلو أقلام من أقلام ماذا أقلام ما أقلام كم من الأقلام بيجي وراها اسم جمع كومبيان دو نقط يكون هذا الكتاب إلى من ولا إلى ماذا ولا إلى أين قال لك إلى من يكون هذا الكتاب لو بروفيسور المدرس يكون المدرس ما يكون المدرس ماذا يكون المدرس كيف يكون المدرس بتاع الفرنسي تنفع ومن يكون مدرس الفرنسي تنفع بس دي كيف دي كم يبقى دي ما تنفعش يبقى خدنا من يكون مدرس الفرنسي لو كانت كومو كيف كنا خدناها سي يبقى اخد كاسكي يبقى كاسكو سي ما هذا اليا عن تابل تابل دي جمع طب نشوفوا حاجه بتاعت جمع يوجد كم من التابل من المنضدات او سيلف في المطعم يبقى يوجد كم من كومبيان دول اللي بيجي وراها اسم جمع تعال نشوف لو جيميناس صالة الالعاب انها ماذا ولا ماذا ولا من ولا ماذا دي في البدايه بتاعت السؤال ودي في البدايه بتاعت السؤال ودي في وسط او نهايه السؤال انها ماذا ليه تعشق المدرسة؟ ماذا ليه تعشق في المدرسة؟ متى ليه تعشق في المدرسة؟ ماذا ولا أين يبقى ماذا؟ ليه تعشق في المدرسة؟ خدنا الأولانية في بداية السؤال. سيلف سيرفيس المطعم إنه كوا هي التي تأتي ماذا؟ تأتي في وسط أو نهاية السؤال. وفت أنت تعمل أو سي دي إيه في مركز الوثائق والمعلومات. من تعمل؟ ماذا تعمل؟ ماذا تعمل؟ خدنا التالت. يكون افيك توا معك كومبيان دو كم من يكون معك ماذا يكون معك ما تجيش في البدايه كل ما يكون معك يبقى خدنا من التاني تي بتي انت تسكن ماذا ولا ماذا ولا اين يبقى اين تسكن فو كنت تسمع ماذا تنفع ما ماذا ما يبقى خدنا دي في نهاية السؤال وسطه يبقى خدنا ماذا الأولاني أنت تأكل ما ولا من ولا مع من قال لك مع من تأكل اكسرسيز الاكسرسيزات هو يعملها يبقى كومبيان دو كم من الاكسرسيزات عشان جا وراها اسم جمع أنت تذهب إلى المدرسة قال له ماذا ولا إلى من ولا ماذا ولا مع من قال له مع من تذهب إلى المدرسة اكتب عليه ليبري كتب اسم جمع وانا مغمض اخد كومبياندو كم من الكتب على المكتب
أنت تذهب في الأجازة، قال له عند من تذهب في الأجازة تنفع، من تذهب في الأجازة، كم تذهب في الأجازة، ما تذهب في الأجازة، يبقى عند من. أنت تدرس، قول له سيف المدرسة، ما ولا من ولا ماذا، دي تأتي في نهاية السؤال أو وسطه. ماذا تدرس في المدرسة، يبقى خدنا الأخرانية خلاص حفظناها. صال جامع وأنا مغمض، أخد كمبيان دوم، كم من الصلاة. أنت عندك في حقيبة الظهر كمبيان دوم بيجرى اسم جامع. ماذا لا تأتي في البداية، كسك ماذا عندك تأتي في بداية السؤال فقط وآتي بعدها جملة مرتبة، الأخرانية معناها ما أو أي. كسك اليوم ماذا يوجد في الامتحان في صفحة 47، كسك اليوم ماذا يوجد في تانا كلاس في الفصل. ماتيلدا طرحت هذا السؤال على أصدقائها ماريا، قالت في فصلي يوجد تابلو سبورة وكارت دوفرانت خريطة فرنسا. لويس قال في فصلي يوجد سكوليت هيكل عظمي وسبورة تفاعلية ومكتب للمدرسين، لكن لا يوجد أوردناتير كمبيوتر. كيسليني قالت اليا يوجد سبورة تفاعلية وكربي أبابير وسلة زبالة في فصلي. ما كلاس فصلي يكون بتي صغير، اليا يوجد تابلو سبورة و15 تابل مقعد أو ترابيزة و15 شاس كرسي. نخش يلا في الفصل بتاع نقط، قال له لا يوجد أوردناتير كمبيوتر، قال لك في الفصل بتاع لويس، أدور على لويس وأخدها. في الفصل روبرت يوجد شاس كراسي، في فصل روبرت يوجد 15، أدور على 15، قال لك كنز الأولاني. لويس يكون دو ميتيلدا صديق كوبين. طيب تعال نشوفه اللي جاي على طول، بيقول لك ده لا كلاس في الفصل بتاع ماريا يوجد، تعال ندور على ماريا، قالت فصل سبورة وخريطة فرنسا. سكوليت تيني كوربير اي بابير كارت، خدنا كارت الاخراني عشان في خريطة فرنسا. ليه بتقول لي ماتيلدا كومونتي كمون ايه تا نوفيل لوسي، كيف يكون مدرستك الجديدة؟ قالت لها الي جرون انها كبيرة، ضم لوسي في مدرستي 45 فصل. يوجد سي دي اي مركز وثائق ومعلومات وصالة العاب في مدرستك؟ قالت لها ان سي دي اي نعم، لكن النيابة لا يوجد جيمناز صالة العاب. يوجد ترين دوزبور ملعبين رياضيين وسلف ومطعم. تي بروفيسور تي بريفير كل اسبوع انت تمارسين تفضلين اي رياضه؟ قالت لها انا العب سله، وانت؟ قالت لها مو اوسي انا عاشق السله. ماتيلدا تصف مدرستها سي دي مركز الوثائق والمعلومات ولا صاله الفصل ولا الجيمناس؟ قالت هي بتصف مدرستها. ضلوا لسيدي ماتيلدا في صاله في مدرسه ماتيلدا اليا يوجد كرونت كلاس، وكانت قالت كم فصل؟ 45، 40 بس، سانكونت سانك 55، سانكونت 50، كرونت سانك 45، يبقى خدنا 45 كلاس. ماتيلدا تحب التنس ولا السلة؟ قال لك تحب السلة. ضلولو سي في المدرسة اليا يوجد سي دي اي مركز وثائق ومعلومات تروا ثلاث ملاعب رياضية صالة العاب دو سيلفي، يبقى خدنا مركز وثائق ومعلومات. جوابيل لويس روبرت انا اسمي لوسيل روبرت، انا عندي 15 سنة اذهب الى مدرسة هوجو، انا اكون في اولى خامس، في فصلي لا يوجد سبورة تفاعلية وكرة ارضية وسكوليت هيكل عظمي ايكارت دو فرانس وخريطة فرنسا ومقاعد او ترابيزات ومقاعد. طيب النيابة لا يوجد اوردناتير كمبيوتر، دي ديكسونير قاموس قاميس جي ام بكون احب فصلي مي بروفيسيه مدرسيه وزملاء. لوسيل عندها 15، اخد كنز التالت. لوسيل تصف سون لوسي مدرستها ولا سي بروفيسير مدرسينها؟ هي وصفت المدرسين، قالت ايه؟ لا ما وصفتش حاجه غير المدرسه، يبقى خدنا الاولانيه. هي وصفت انا هكون في اولى خامس، عندنا وصفت المدرسة، لا ده وصفت الفصل الاخراني، اتكلمت عن المدرسة ما اتكلمتش عن المدرسة. روبرت يكون نقط لوسيل، انا اسمي لوسيل روبرت، يبقى ابوها، ادور على كلمة بير، اخدنا التالتة.
ده الأقلاص في فصل السل لا يوجد، هي قالت مفيش كمبيوتر ومفيش قواميس، يبقى ديكسونير قواميس الأولاني. شوف القطعة اللي جاية. أكلوب في النادي سألوه صفا كيف حالك؟ قالت له صفا بيان بخير. ده ثاني وسمير قال له صفا بيان بخير. كيف تكون مدرستك الجديدة؟ قال له جراند سوبير، إنها كبيرة ورائعة. كيسك اليوم إذا يوجد دمتولوسي في مدرستك؟ قال له اليا يوجد 20 فصل. 20. كور دير كري حوش للفسح، ماشي. تغين دوزبور ملعب رياضي وسي دي اي ومركز وثائق ومعلومات. قال له يوجد مطعم في مدرستك؟ قال له لا، نحن ناكل اثناء الفسحه في الكور في الحوش او الفناء. هاني سمير ريمرسي شكرا برزنتي قدمها دكري وصفه صليح حيه، يبقى حيه سمير الاخراني. سمير يصف سا كلاس سولوسي، سمير بيصف سولوسي مدرسته. دان لولوسي في مدرسة سمير إليا يوجد 20 فصل، هو قال 20 فصل. على ركري في الفسحة سمير يأكل في المنزل ولا في المطعم ولا في الفصل ولا في الفناء؟ قال لك في الفناء. نرى مع بعض المواقف، عايزين اختيارين. أبوك تي دومون طلب منك أبيكي مع من تذهب إلى المطعم؟ أنت تقول أنا أحب المطعم، أكل في المطعم. إن كومباني دي كامارات دو كلاس مصطحبا زملائي في الفصل. جي في أنا أذهب أبيك مي كومين مع زملائي، يبقى خدنا رقم بي ورقم أو باين تقريبا. شوف السؤال اللي جاي. تي دوموند أن تطلب من توم كوبين من زميلك بركوا لماذا يذهب إلى صالة الألعاب؟ هو هيقول لكي آخذ الغداء، لكي أقرأ قصة مصورة، لكي آخذ حصص إي بي إس تربية بدنية. أدي واحد. لكي أمارس السباحة، ممكن. لكي فير دو لا جيمناس أمارس جمباز تنفع. يبقى بيروح صالة الألعاب ليه؟ لكي ياخذ حصة التربية البدنية، ممكن دي ما تنفعش قوي، ممكن يمارس السباحة في صالة الألعاب. لا برضه، يبقى التانية هي اللي أحسن، آخذ حصة تربية بدنية، دي عايزة حمام سباحة. تونامي تومبير أبوك سيم فورمير يسأل على لونومبر عدد مدرسين مدرستك، هو هيقول كلي لونومبر مع عدد مدرسين مدرستك أدي واحد. انت عندك كم من الزملاء، كم من المدرسين توجد في مدرستك، يبقى خدنا رقم سي. توم فرير اخوك تي دوموند يطلب منك ماذا انت تفعل اثناء الفسحه؟ انت تقول اسرسر مع الزملاء. ادي واحد. ها هي صال دو كلاس فصلي، التلاميذ يكونوا في الحوش، انا اكل سندوتشي. تي دوموند ان تطلب من تونا مي من زميلك كي سي اي من هذا؟ هو هيقول لك ده من ده العزل العاقل، تعال ندوره. انها كره ارضيه؟ لا. خريطه الفرنسا؟ لا. هيكل عظمي؟ الثلاثه دول لا. انه مدرس؟ عاقل. صديق المدرسه؟ عاقل. انا مي زميلك تي دوموند يطلب منك وصف مدرستك، انت تقول مدرستي تكون في باريس، أنا أحب الريكراسيون والفسحة، في مدرستي يوجد ملعبين رياضيين. أدي واحد. مدرستي كبيرة ومنظمة أو نظيفة. خدنا رقم دي. تي اكسبريمنت تعبر عن ميولك، أنت تقول أنا أحب القراءة. أدي واحد. أذهب للمكتبة؟ لا. هي؟ لا. أنا عندي كتاب؟ لا. أنا أعشق الرسم. تيرين كونتريا أنت تقابل زميلك في المدرسة بنظور ركري أثناء الفسحة، أنت تقول تيفا أو سيلف، أنت تذهب للمطعم، أهلا يا لوك كيف حالك، تنفع. إنها مدرستك، أنت تذهب إلى المدرسة، متى تذهب إلى المدرسة؟ يبقى أنت تذهب للفسحة الأولانية خدناها، تذهب إلى المطعم. توم بتيت فرير أخوك الصغير تي دوموند يطلب منك مؤاخذة زميلك يطلب منك لو جيمناس صالة الألعاب، إنها ماذا؟ أنت تقول إنها مكان بور فير دوزبور لكي نمارس رياضة. أدي واحد. إنها جراند صال بور فير لجمنستيك، صالة كبيرة لكي نمارس الجمنستيك الجمباز. أدي اثنين. تي دوموند أن تطلب من زميلك أين نذهب، أين نجد جلوب تروستر الكرة الأرضية، هو هيقول لك على مكتب المدرس. أدي واحد. في صالة الفصل. أدي اثنين.
عندك بقى جيمناس لا، موزيك لا، ريكريسيون فسحه لا. ثم بتيت فرير اخوك الصغير تيديموند يطلب منك لماذا تذهب الى المكتبه انت تقول لكي اقرا كتب ادواح، اخذ غداء، امارس رياضه، العب مع الزملاء، اعمل بحث. تيديموند ان تطلب من زميلك لزوجيه الاشياء اللي في فصله، انت تقول انها فصلك، اين يكون فصلك، ماذا يوجد في فصلك، الاشياء اللي في فصلك. يبقى خدنا رقم سي، كم من الزملاء توجد في فصلك، لا كلسون لأوبجيه ما هي اشياء فصلك. يبقى خدنا الاخرانيه. تيديموند ان تطلب من زميلك ديزانفورماسيون معلومات على فصله، هو هيقول يوجد كمبيوتر وتيني في فصلي، انا احب فصلي، يوجد صالة العاب، مدرستي كبيرة في فصلي، لا يوجد اسكلت هيكل عظم. انها تيني السبورة الذكية او الضوئية، تذكر اخد ان الاولانية. التلاميذ يكونوا ضن كور الحوش او الفناء، احنا لسه متفقين ان هو مؤنث، اخد لا التاني. انها سكوليت لسه منديكم ملحوظتها، هيك العظم المذكر اخد ان الاولاني. تابلو بتنتهي من مقطع او، اديني ملحوظتها سريعا. قال لك اي كلمه في الفرنسيه بتنتهي من مقطع او مذكر، ما عدا كلمه او نفسها اللي هي معناها ماء، وكلمه بو اللي هي معناها جلد، دول مؤنث. ارجع للجمله تاني، يبقى أنا عندي كلمة تابلو اللوحة مذكر، أخد لو الأولاني. سي إنه شخص كرسي مؤنث، بيعتمد بقى المذكر المؤنث، يبقى أخد لا الأخرانية. طب قاموس مذكر، أخد اللو. طب خريطة فاكر، ها مؤنث، أخد ال أورولوج ساعة مؤنث، كل ها الساعات مؤنث. ايه هي الساعات اللي عندنا في الفرنسية؟ قال لك عندك كلمة مونيتور، اورولوج، اير، التلاتة دول معناهم ساعة. مونيتور ساعة يد، ساعة حائط، الساعة العادية اير، التلاتة دول مؤنثين كتبناهم. ارجع للجملة تاني، يبقى الساعة مؤنث، اخد ان. سور المدرسة من ضمن الكلمات اللي عندنا في الدرس ده، هو اخد لا الاخرانية عشان مؤنث. طب برو، قال لك البرو مذكر المكتب. طب سلة الزبالة، قال لك اي حاجة وحشة مؤنث، خدنا ان الاخرانية. اللي جاية النيابة لا يوجد، ده نفي، اخد دي او. في فصلي النيابة لا يوجد، برضو اخد دي او. قول سيف المدرسة يوجد سي دي اي، مركز وثائق والمعلومات مذكر، اخد ان الاولاني. صفحة 52 مديل اي بي، جملة بيقول لي قول سيف المدرسة لا يوجد حوش للفسحة. يعني اتفقنا مع بعض ان الفناء بالعربي مذكر بالفرنسي مؤنث، يبقى اخد كلمة ان. اللي يابا لا يوجد ده نفي، في حالة النفي بحط يا اما دي او يا اما دي ابوستروف، خدناها كتير يبقى اخد دي او. ادي نافي برضه احط دي او، ادي نافي برضه احط دي او. دون ماكلاس في فصل اليا يوجد بورت منتو، بورت منتو عن شماعة مذكر، اخد ان الاولاني. الجملة اللي جاية الجمعة، انا واحدة في دول تصريف فيرب الير، هناخد شوية على تصريف فيرب الير، شوية تصريف افعال، يبقى ناخد الفا الاولاني. النوم معاها او الناس التانية، الفو معاها دور بعينيك هتلاقي نهايتها ايه، او زد التالتة. النو معاها صوم ولا ايه ولا زد ولا صم، قال لك نو صم تصريف فعل اتر. الجو معاها نهاية ايه في الفرنسية، او ولا او اس ولا او ار ولا او تي، قال لك او مجموعة اولى اتصفح. النو معاها نهاية هو الناس دور عليها ناخده التانية، نحن ندرس او نذاكر المواد المدرسية. الفو معاها نهاية او زد ناخده رقم سي. السي ابوستروف في الفرنسية ما بتجيش غير معه وانا مغمض، احط ده فيرب اتر، يبقى ايه؟
نزلية في التلاميذ جمع، يعني بيساوي الضمير ال، اخد واحدة في دول. قال لك سون الاولانية يكون الت معاها نهاية او اس التانية. صفحة 53 بدأ لي بيقول لي اليا يوجد ان سيلف سيرفيس. كلمة اليا معروف ان في الفرنساوي ال هو الا في الاخر، يبقى دي اللي ناقصها، يبقى اليا، يبقى خدنا حرف الا. ال بتاعت الجمع نهايتها، قال لك فون نهايتها او ان تي. الجو مع لماس الرياضيات، جو بريفير، خدنا الاولاني. لو بروفيسور المدرس، دي كيستيون اسئله، المدرس مفرد بيساوي الضمير ال، يبقى يطرح، خدنا رقم بي. التي نقط لا ريكريسيون الفصحى، التي معاها نهايه او اس الاخراني. لو كوبين الزملاء بتوع عمرو، او سيلف سيرفيس في المطعم، الزملاء بيساوي الضمير ال بتاعت الجامعه، دور على حاجه نهايتها او ان تي، خدنا مانجي الثانيه. كي بتساوي الضمير ال في التصريف، هي كي بس؟ قال لك لا، اكتب معايا الثلاثه دمت كده، مين ومين ومين. قال لك كي وصا وام، الثلاثه دول من لما تلاقوهم اعرفوا انهم بيساوي الضمير ال في التصريف. كي معناها من، وصا معناها هذا، وأن معناها الشخص أو الواحد أو نحن. نرجع للجملة تاني، كي بتساوي الضمير إل في التصريف، أخد الأولانية. زي ما أنت اديتنا دي شوية من السي إيه بتيجي مع سي أبوستروف، بتيجي مع إيه السو أو، بتيجي مع صون، يبقى سي صون الأخراني. تي تي أنت تي أبل، أنا أبل فيهم، خدنا رقم ب. النو، النو معاها نهاية هو الناس، هناخده التاني. تعال نرجع تاني بقى، صوم لي برتي الأجزاء، أجزاء جمع مؤنث، أنا واحدة في دول جمع مؤنث، هاخد رقم سي. أنت عندك نقط إيه في حقيبتك، يبقى ماذا؟ كوميان دوم ما تنفعش، كي من ما تنفعش، كو ماذا ما تنفعش في وسط الجملة، كوا هي اللي تأتي في وسط أو نهاية السؤال معناها ماذا. أوبجي جمع مذكر، ما تكون الأشياء، هناخده كل اللي هي التالتة. إكسبليكي أن يشرح، كو ولا كوند ولا كومبياندو ولا كي. قال لك كي من يشرح الأخرانية. تي فا أنت تذهب، يبقى من ولا أين ولا ما وأي، يبقى أين أنت تذهب. أسك تي إم تحب، قول سي في المدرسة، من ولا كم ولا ماذا تحب في المدرسة، يبقى خدنا ماذا تحب في المدرسة رقم سي. في سبعة بيقول لي أسك كي اي سي من هذا، تنفع. الجملة اللي بعدها، ستيلو أقلام جمع مذكر، أدور على حاجة. قال لك كومبياندو بيجورا جمع مذكر وجمع مؤنث، معناها كم من. اليا يوجد دان تاكلاس في فصلك، من ولا أين ولا ماذا. قال لك ماذا يوجد في فصلك، اللي هي اللي بيجي في بداية السؤال، أما دي في الوسط والنهاية، وإنها كتير بقى. صفا كيف حالك، يبقى هاخد كومون صفا كيف حالك الاخراني. نقرا اللي جاي، اسكتي انت عندك دم تنسك في حقيبه الظهر، من ولا ما ولا ماذا، ماذا عندك في حقيبه الظهر، خدنا رقم سي. السبوره التفاعليه انها كوا ماذا، دورنا على كلمه كوا التي تاتي في وسط ونهايه السؤال، قال لك كوا. ترين جمع، جمع مذكر، يا ترى كل دي بتاعت جمع مؤنث، كاسك كوميان دوب تيجي وراها جمع مذكر وجمع مؤنث على طول. كم من الملاعب الرياضيه؟ لو سيلف سيرفيس المطعم انه ماذا، دور على تيجي في نهايه السؤال، قال لك كوا. كنترول امتحان مذكر، يبقى هقول له اي امتحان كل الاولانيه عشان مفرد، ما خدناش كوميان دوب. انت تحب ماذا، يبقى اخد كلمه كوا الثالثه. ام تحب لاجم صالة الألعاب، ماذا ولا أين ولا ما وأي ولا من يحب صالة الألعاب، بكي عشان بتساوي الضمير ال.
أو الجمباز. من يحب الجمباز؟ غلط. صالة الألعاب. الاختصار بتاع صالة الألعاب لو جيم، هنا لو عشان الصالة مذكر، أما الجمباز مؤنث. اليا يوجد دانتون لوسي في مدرستك، ما ولا ماذا؟ قال لك ماذا يوجد في مدرستك. طب المنضدات توجد في الفصل، يبقى كومبياندو. كم من المنضدات توجد في الفصل؟ تيان انت عندك اصدقاء، انت عندك من ولا ماذا ولا كم؟ كومو كيف ولا كومبياندو؟ انت عندك كم من الاصدقاء؟ اخذنا الاخرانيه. سوني اي با دي كوبين، هذا لا يكون صديق المدرسة. صديق مذكر اخد ده نفي، بس فعل اتر، فعل اتر لا يتعثر بالنفي، باخد ان كوبين دلوسي. ليا تحب، لا تحب، با لا ريكريسيون فصحى مؤنث، اكتب عليه. فعل يحب لا يتعثر بالنفي، يحب ويعشق ويكره ويفضل، يبقى خد لا التالتة عشان الفسحة وان. سيكي نومان قالوا زملائي ليا وتوماس و زي عندي بالانجليزي كده قبل حاجة اخر حاجة افيك، يعني مع شي عنده ودي او ودي واخدنا ما صال دو كلاس فصلي، يبقى عايز اقول فاسي ها هي او ها هو. ده لا كلاس في الفصل اللي يوجد شاس كراسي طابل من ضداد. ايوة هنشوف اللي جاي. يكون زميل فصل، زميل ولا زميل؟ قالك ده زميل، يبقى هي تكون زميلة فصل. ادي قال هي تكون كوند متى؟ هي اتولدت، هي اتولد ولا اتولدت ولا اتولدوا؟ دي جمع مذكر ودي جمع مؤنث ودي مفرد مؤنث، اخد مفرد المؤنث. التي معاها توا سليني، ده اسم بس، باخد سي ايه ولا فواسي؟ قال لك فواسي ده هي اللي بيجي وراها اسم، اما دول سي سون بيجي وراها اسم جمع، سي او بيجي وراها سون او اسم، ممكن يجي وراها اسم بس يكون جمله. ايه بيجي وراها فعل. تيان انت عندك كومبياندو، كم من بيجي وراها اسم جمع؟ اخد التالت. هي تكون اردني منظمه، منظم صرصار سم، بتمشي مذكر ومن، اخدها على طول. الياء يوجد اردنتين كمبيوتر على المكتب، المكتب بياخد سير على مسيو سيد احترام، يبقى مع الفو فو زافيد السلو، اخدت على طول مع الفو. وجورد ويليوم انا عندي امتحان، امتحان مذكر، ادور على واحده في دول بتاعت مذكر، قال لك ان الاولاني. نوزافو اولوسين، احنا نذهب الى المساء الساعه او في الميعاد، اه لا اير يعني في الميعاد، انا اخدت على طول. تلاميذ جمع، اخد اللوس كومبيان بيجي ورايا دي او يا دي ابصرف، ادي كم من التلاميذ، اخد دي او عشان التلاميذ مبدوء بحرف متحرك. انا عندي، انا عندي كرويو اقلام، اقلام الوان و توا وانت، يبقى خدنا رقم ب. لكلاس الفصول بتاعت المدرسه تكون فصول جمع مؤنث، ده ولا لا؟ ده دول جمع مؤنث، قال لك رقم سي. باباردي يسرسرون نهيته هون تي، اخد ال الاخراني. القطعة اللي جاية بيقول لي ما كلاس فصلي، بيقول سلو اهلا انا اسمي لي، انا احب كثيرا ما كلاس فصلي ميكو بين زميلاتي الفرنسيات، الفرنسيات زميلاتي فرانسواز، واحدة اسمها فرانسواز وواحدة اسمها ماري. جادور مي بروفيسور، احب مدرسة ديماس رياضيات مدام مارتين. دان ما صال دو كلاس في فصلي، اليا يوجد تابلو لوح سبورة من مقاعد او منضدات، شاس كراسي، بيرو مكتب للمدرس، خريطة لفرنسا، سلة زبالة او سلة كمامة، جلوب ترستر وكرة ارضية، لكن لا يوجد اوردوناتير كمبيوتر. ليا تكتب الى ساكلاس، تقول فصلي.
اللي هي يوجد دي سا كلاس دي لي يوجد تي ان بي سبورة تفاعلية ما فيش اوردناتيف ما فيش كارت في ما فيش شنا لا بروفيسور المدرسة بتاعت الرياضة اسمها مدام مارتين الثالثة في الفصل بتاع ليا لا يوجد في الفصل بتاع ليا لا يوجد كمبيوتر ليه رقم سي تعال نشوف اللي جاي احمد بيقول له اهلا يا زياد تباك لكل تذهب الى اي مدرسه قال له انا اذهب الى مدرسه الامل في اسوان كيلو في جي اي اشياء يوجد في فصلك قال له في فصلي لا يوجد طابل منضدات وسبوره تفاعليه وايضا اوردناتير كمبيوتر بور شاك اليف لكل تلميذ ده زياد اللي بيقول لكن لا يوجد دي سكوليت هيكل عظم ايتون لوسي ومدرستك كيف تكون هي قال له انها كبيره فيها 30 فصل وملعب رياضي انسي دي مركز وثائق ومعلومات ايجاب ناس وصاله العاب اي نشاط انت تحب في مدرستك قال له احب التنس ضلوا سيف في المدرسة بتاعت زياد اللي هي يوجد ترونت كلاس 30 فصل 30 فصل الجملة اللي جاية زياد يحب ايه كنشاط يحب الاسبور الرياضة عشان بيمارس التنس ضل كلاس دي زياد في فصل زياد يوجد سبورة تفاعلية سبورة تفاعلية اما الساعة والسي دي والسكوليت دول مش موجودين في الفصل اللي هي نقط بور شك كليف لكل تلميذ في الفصل اخد بورتابل يعني محمول ولا اوردناتير قال لك اوردناتير كمبيوتر نقل المواقف تي ديماند تطلب من زميلك ماذا يحب في المدرسة ماذا هو يقول انا احب كثيرا الجاتو انا لو احب المدرسة لا ريكريسيون الفسحة ادي واحد احب السي دي اي اتنين مركز الوثائق والمعلومات زميلك تي ديماند يطلب منك اين تذهب لكي تقرأ قصة مصورة ماذا انت تقول انا اذهب الى صالة الالعاب اذهب الى المطعم الى السي دي اي ادي واحد الى بيبلوتيك ادي اتنين نفس القصة انت تطلب من زميلك وصف سا كلاس فصله ماذا انت تقول ماذا يوجد في فصلك في مدرستك ماذا يوجد في فصلك اين يكون فصلك كيف يكون فصلك هناخده ده هيركره كمان تي ان دي كي انت توضح عن اوبجي شيء ماذا انت تقول سي اي كوربي ابابيير شيء يبقى غير عاقل يبقى خد سلت كمان ما يبقى خدنا الاولى وانا لو بروفيسور مدرس الفرنساوي مكتب المدرس مكتب المدرسين تي دي جني تتغدى مع زملائك اين ولا اين من غير مكان اين تتغدى مع زملاء بير واليكس دول جامع يبقى خد صون الاخراني اللي يوجد دان طول سيف في مدرستك قال لكم بياندو ولا ماذا قال لك ماذا يوجد في مدرستك خدنا التاني سيسون ناك قصص مصورة الاختصارات لا تجمع يعني دي تمشي مفرد وتمشي جمع حط قبلها الأداة تغير كل حاجة ادي سيسون جمع يبقى ناخده دي اللي هي التالتة لو كنا خدنا ان كان ده هتبقى سي انها قصة مصورة نو نقط نو نبنى تاخد نهاية اون اس يبقى خدنا التاني جي من الانجليزي انا احب الانجليزي ايه توا وانت الاخراني سي ايه ستيلو دو مارتين انه قلم مارتين باخد لو ستيلو انه القلم بتاع مارتين خدنا الاول مين الامتحان الاخير من عمر الى مراد بيقول له سالوه مراد قال له اهلا يا عمر قال له سي ايه كي سي ايه من هذا قال له انها مريم ماسير اختي
صباح الخير يا مريم، صافا تيري تيد، كيف حال دراستك؟ قالت له نعم، المدرسة تكون سوبر رائعة، يوجد جيمناس، صالة ألعاب، مكتبة. ومريم مراد المريم بتلعب تنس كم طوال مثلك. طب يلا سيدي، كم هو هذه الوثيقة؟ تكون كونفرساسيون، محادثة الأولانية، مش إيميل ولا غيره. مريم بتلعب تنس التالتة. مريم نقط سنة كل مدرستها تحب الأولانية. مريم تكون مدرسة مراد، زميلة مراد، أخت عمر. هي أخت إيه؟ أخت مراد. تعالوا نشوفوا. عمر قال له من هذه؟ قال له مراد. قال له إنها أختي، يبقى أخت مراد اللي هي الأخرانية. بونجور، صباح الخير يا بيير. ده عادل اللي بيقول أه كيلو لوسيل، أي مدرسة تذهب؟ قال له أنا أذهب إلى المدرسة سان لويس في باريس. طيب فعادل قال له كسك اليوم ماذا يوجد في طول نصي في مدرستك؟ بير قال له يوجد صالة ألعاب، ملعبين رياضيين، وسي دي مركز وثائق معلومات، وجراند كور، وحوش كبير، دير كرين للفسحة. قال له كومبياندو كلاس، كم من الفصول توجد في مدرستك؟ قال له 25 فصل. يوجد كم فصل في مدرسة بيير؟ فان تروا 23، فان كاتر 24، فان سانك 25، فان سيس 26، أو فادي 27. يبقى خد رقم سي. بيير يصف سلوسي مدرسته، يبقى خدنا الأولانية. لولوسي مدرسة سان لويس تكون في روما ولا في باريس؟ قال لك اه في باريس. في المدرسة بتاعت بيير يوجد اتنين صالات ألعاب، ولا كور دريكيوسيو، حوش فسحة، ولا سي دي اي، ولا تريندوزبور، ملاعب رياضية. خدنا اتنين ملاعب رياضية. توم بتيت فرير، أخوك الصغير تي ديموند يطلب منك كسك، ماذا أنت تقول؟ هتقول حاجة غير عاقل، لأن السؤال بكلمة كسك. أول واحدة إنه مدرس فرنساوي، تلاميذ إنها صالات دي كلاس، يبقى خدنا رقم او، وانها جلوب تروستر كره ارضيه، يبقى خدنا رقم ب. تي دوموند ان تطلب من زميلك دي تكرير وصف سن لوسي مدرسته، ماذا انت تقول؟ كيف تكون مدرستك؟ اه كلسون سبيس، ما هي مساحه مدرستك؟ ماذا انت تحب في المدرسه؟ مدرستك تكون بعيده، اين تكون مدرستك؟ طب احنا خدنا واحد، أين تكون مدرستك؟ هو عايز تطلب من زمانك وصف مدرسته، ماذا أنت تقول؟ كيف تكون مدرستك؟ ما مساحة مدرستك؟ لا، ماذا تحب في المدرسة؟ آه ممكن دي تنفع. الجملة اللي جاية، تي دوموند تطلب من زميلك لزبجي الأشياء بتاعت مجلفي معلمته، ماذا أنت تقول؟ ماذا يوجد في معلمتك؟ أدي واحد، كليلة، كولير، ملون، إلى من؟ أنا عندي معلمة وأنت، أي الأشياء تكون في معلمتك؟ يبقى خدنا رقم أو. تونامي زميلك تي ديموند يطلب منك ماذا أنت تحب في المدرسة؟ ماذا أنت تقول؟ أنا أحب الحوش، آه أكره، أنا أحب إخواتي، أنا أحب مدرستي، لريترافاي أفيك لوزامي، أنت بتحب في المدرسة التلاقي مع الأصدقاء برضو تنفع. أول واحدة بروفيسور مدرسين جامعة، دور على حاجة بيجي وراها جامعة، قال لك كومبيان دو بيجي وراها جامعة، كم من المدرسين؟ لزليف التلاميذ جامعة، يعني ياخدوا نهاية أو نتيجة، دور على حاجة فيها أو نتيجة، قال لك اللي هي رقم سي. يوجد في مدرستك من ولا متى ولا ماذا؟ ماذا اللي هي التالتة؟ النيابة لا يوجد، ده نافي، في حالة النفي بحط دي أو دي أبوصرف، والروج مبدوء بحرف متحرك، يبقى باخد دي أبوصرف. مونكو بين زميلي بيساوي الضمير ال في التصريف، ده ولا الحاجه في دول فيها ال في التصريف، قال لك رقم سي. يوجد تلاميذ في المطعم، المطعم مذكر بياخد او، ده ولا الحاجه في دول بتاخد او، قال لك الاخرانيه. انها سله كمامه او سله مهملات، سله مهملات مؤنث، اخد يو اون، اخد ان الثانيه. الحمد لله رب العالمين، انا خلصت لكم حل الدرس الاول من الوحده الثالثه. إن شاء الله بالكتير أسبوع 10 أيام هنكون ننجز كتاب برافو سنة أولى كله إن شاء الله. انتظرونا في الحلقات اللي جاية، أشوفكم بخير، إذا كان في العمر بقية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.